نعم، كيف سيؤثر الوزير الجديد على الاقتصاد التركي دكتور يوسف؟ نعم، هنا ربما تظهر بعض الإشكاليات بأن المنهجية للوزير الجديد محمد شمشك ربما تتعارض ظاهرا مع المنهجية التي اتبعها الرئيس أردوغان في السنوات الخمس الأخيرة، ألا وهي الاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد على خفض الفوائد وتشجيع رؤوس الأموال إلى أن تذهب إلى الإنتاج، الاقتصاد الإنتاجي، المعامل، المصانع والشراكات الاستراتيجية طويلة المدى. بينما محمد شمشك هو دائما يظهر بالاقتصاد المالي وأنه يجب أن يكون هناك تماشيا مع الأسواق العالمية والمؤسسات الكبرى، وإذا ما اضطر الأمر أن يكون هنالك مد وجزر وأن يكون هناك رفع للفوائد من أجل جذب الاستثمارات ورفع التصنيف الائتماني لتركيا وتحسين الوضع الاقتصادي وخفض التضخم. ربما نشهد بعض التغيرات في هذه المنهجية من قبل الوزير الذي طلب أن لا يكون هناك تدخل في سياسته، حتى أو بالأصح هو طلب أن يتم إعطاؤه الصلاحية في أخذ القرارات إذا ما أريد أن تعطى له المسؤولية، وهذا حق طبيعي. وأتوقع بأن الرئيس أردوغان الآن سيعطي له هذه الصلاحيات وأن لا يكون هناك تدخل مباشر حتى تظهر هذه النتائج. وفي خلال سنة ونصف هو طلب 18 شهرا لنرى كيفية المحافظة على أو الارتقاء وحل المشاكل الاقتصادية، من أهمها التضخم والغلاء وانخفاض العملة التركية أمام العملات الأجنبية، وكيف سيتم تحسين المخزون النقدي من العملات الأجنبية والمحافظة على رفع نسبة النمو وغيرها والمحافظة على الصادرات. لذلك أتوقع بأن هو على المحك الآن. محمد شمشك يجب أن ننتظر ونرى كيف ستؤول إليه المآلات في الفترة القادمة. طلب صلاحية وأعطيت له، وعليه الآن مسؤولية، وعلينا أن لا نستعجل بالحكم إلا بعد الوصول إلى النتائج ونقيم هذه النتائج. نعم، الدكتور يوسف كاتب أوغلو الخبير في الشأن التركي، أشكرك جزيل الشكر. وأنتم مشاهدين الكرام أيضا الشكر موصول لكم على طيب المشاهدة. إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، في أمان الله.